your reality in that. You are someone, you are something, you are a reality that is jumping orbits. When he is calling human being dharra, dharra, he calls us dharra. When he is showing you the dharra, you are he is showing you the turn. It's finished, yeah. It's finished. We finished. درة الذرة. درة الذرة. Never ends. Every point has its own ذرة. Every circle has its own ذرة. So no. Continuously. أنا حكينا حنعمل ذكر يعني. إيه بنعمل ذكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمين. وتب علينا وأنت التواب الرحيم. آمين. يا رب توبة. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين. اللهم افتح لنا معنى وأسرار الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون. سبحان الله. سبحان الله. كنت أتكلم عن الذرة وأسرار الذرة. وإذ بي قدمت إلى المسجد هنا فرأيتهم يذكرون الذرة. فالذرة قد أعطى معناها مولانا الشيخ أنها هي سر الأسرار، والسر لا ينتهي والأسرار لا تنتهي، بل دائما على أهمية الشخص المستمع. إذا الشخص المستمع مستمع جيد يسمع سر الفاتحة، لأن الفاتحة كلام الله عز وجل، وهي فاتحة الكتاب. والله عز وجل لا يمنع عن المؤمن معنى فاتحة الكتاب. فأردت أن أقف إجلالا للفاتحة، وعلينا جميعا أن نقف إجلالا للفاتحة. هي الحقيقة الماشية، الحقيقة التي لها قوة تدرك المعاني وتبثها. كيف التلفزيون الآن يأخذ المعاني ويبث المعاني؟ الفاتحة تفتح معاني السماء، تفتح معاني الجنان، ويوجد ملائكة خاصة لتلبيس هذه الفتوحات لكل من تواجد في هذا المكان، في المكان الذي تقرأ فيه الفاتحة. ولذلك قراءة الفاتحة واجبة في الذكر. يوجد بعض الأناشيد التي تقرأ هنا وهناك، ولكن لا يقرأون الفاتحة ولا يأخذون تجلي الفاتحة. أما الذين يقرؤون الفاتحة فيأخذون تجلي الجنان، وتفتح عليهم أسرار الجنان. إذا لم تفتح في الدنيا تفتح في الآخرة. وإن شاء الله نموت على الفاتحة. وفرحت جدا أن
الذكر والختم كانت طول شهر رمضان، يعني بقي منه ثلاثة أو خمسة أيام تقرأ فيه الفاتحة 100 مرة يوميا، تكتب لنا جميعا. وإذا واحد منا قرأ الفاتحة فالسر يأتي للجميع، ليس للذي فقط قرأ الفاتحة ولكن للجميع اللي قرأ واللي حضر. وإن شاء الله رحمة الله واسعة والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في صحة جيدة وأتتبع أخباركم، والحمد لله الذي أعطاني القوة حتى آتي عندكم، لأنه لم يبقى من الإخوان الحقيقيين المريدين الأشاوس إلا قليل اللي خلفهم مولانا الشيخ عبد الله ومولانا الشيخ ناظم. فطوبى لمن اجتمع معهم وحضر ذكرهم واستمع لصحبتهم وأشار على الباقين ما نقصهم من أخبار السماء. وإن شاء الله بعد رمضان نتتبع أخبار السماء وأسرار سر السادات، سادات النقشبندية، أسرار صعبة جدا إذا تبعت كما قال مولانا الشيخ أخبر عنها تفتح علينا هذه الفتوحات. والحمد لله الذي جمعنا سوية هنا في هذا المكان ونظر علينا بمنظار الولاية من الذين كانوا في عصرنا. سيدنا عبد الله الفائز الدهستاني وشيخنا ومولانا من أهم ومن أعظم ما أنجبته الدنيا للناس من الأسرار، هو فتح باب الأسرار للأولياء. وسيدنا الشيخ ناظم قدس الله سره بث هذا السر لجميع الكون، ليس فقط لمجموعة معينة ولكن بث السر كضوء الشمس لا ينتهي ونوره لا ينتهي، نور مولانا الشيخ عبد الله الفائز الدهستاني لا ينتهي. وقد ألبس مولانا الشيخ ناظم هذا السر، مولانا الشيخ ناظم ألبسنا قسم من هذا السر. وإن شاء الله الشيخ نور أمد الله بعمره وفرحنا بوجوده بيننا أكثر من هنا وهناك، والحمد لله الذي قام في كل في رمضان من أوله إلى تقريبا آخره كل يوم في صحبة من صحب مولانا الشيخ ناظم مقتبسة عن مولانا الشيخ عبد الله الفائز الدهستاني، وهو قام بشرح هذه المواضيع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام على الإخوان جميعهم.
وكما نقشت سورة ياسين على هذا الخشب. سورة ياسين مش هيك؟ سورة ياسين وقد دهنت من الدهان السماوي بذكر سورة الحمد. وهذه كما على خشبة واحدة نقشت سورة الحمد مع سورة ياسين أو أي سورة ثانية في حياتنا تقرأ يبث منها نقوش كهذه النقوش. كيف منقوش على الخشب يكون هناك نقوش منقوشة على التجلي الإلهي من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحامل لهذه الآيات، أسرار هذه الآيات. وكل حرف في القرآن الكريم له معنى وله تجلي وله قوة سر من الأسرار جمعهم القرآن، لأنه كلام الله. فالعبد الذي يتكلم الأولياء والملائكة تنظر إليه وتصحح أي غلط في القراءة، تصححه الملائكة ويبثه والمريدين يبثونه في كل مكان. نرجو الله عز وجل أن يبلغنا شوال بالصحة والعافية، وقد ظهر سر معنى الآية شوال ترى الأهوال، في شوال ترى الأهوال. هذه من الأقوال التي تفسر سور العذاب. فنرجو الله عز وجل أن يبعدنا عن العذاب، آمين، ويضلنا بظلال الجنة والأنوار، آمين. كما تنقش النقوش على الخشب أو على أي شيء، كذلك تنقش على القلوب. فقلوبنا إن شاء الله تكون منقوشة بالتجلي الروحاني، ولا يمكن للشيطان أن يأتي ويأخذه. هذا محفوظ عند الله عز وجل في جنة الخلد، ولكم أمس خير الجزاء، جئتم طوال الشهر فطوبى لكم ولأهلكم ولعيالكم ولأولادكم ولمن تكلم في هذا المقام ولمن بث هذه العلوم ولمن كتب وترجم هذه العلوم والذي جعلها مرآة تبث من أقصى السماء إلى أقصى الأرض. نقول كيف هذا يمكن؟ في نفس الوقت ترى النقوش تملأ المكان بالأنوار. ومثالا على ذلك ترى الأولياء
يشرحون سر الأسرار، كلامهم أسرار. أنا كنت أتعجب عندما كان يقول مولانا الشيخ عبد الله الدغستاني ومولانا الشيخ ناظم أن القرآن عندما يفتح ويقرأ النور الإلهي يقرأ، وفي نفس الوقت كنا نقول كيف يقرأ في نفس الوقت في مكان موجود في مكان وفي مكان آخر وفي مكان آخر وفي مكان آخر. الآن ترى إشارة من ذلك، يوجد الآن مرآة في نفس الوقت، مرآة تلفزيونية في نفس الوقت تبث شرقا وتبث غربا، ولا يختلط الغرب على الشرق ولا الشرق على الغرب. وهذه كرامة، كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. تفتح التلفزيون، هذا مثل، تفتح التلفزيون وترى الصورة تظهر عليك، صورة دنيوية، فما بال بالصورة الإلهية. هي مقام الجذبة، حقيقة الجذبة، حقيقة الفيض، حقيقة التوجه، حقيقة التوسل، حقيقة الحقائق. الآن ظهرت حقيقة الحقائق للأمة، فالأولياء الآن يتكلمون أكثر في الحقائق الإلهية، وهذا لم يكن موجود في السابق. وهذا من محبة النبي لأمته. وشكرا لكم، وتتبعوا أخبار السماء بالنقل المباشر في قلوبكم، هذا ظاهريا، أما معنويا بالنقش المتغيب الذي أحاطه الغيب، فهو من أخبار السماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير.